السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة، وبيوم جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. بهذا الفيديو إيش راح نعمل؟ طبعا بدنا نكمل مهمة الزراعة تبعتنا. وينها كنا هنيك عم نشتغل؟ طب لك وين كنا عم نشتغل؟ أنا ما أذكر، كنت هذيك هي المعدات تبعاتي، بس خلينا نقرب عليها أكثر. هلا أنا غيرت نظام الصوت، إن شاء الله ما يكون يخرب بالتسجيل، لأني مو مبين علي حاليا إذا شغال ولا مو شغال، بس إن شاء الله يعني ما يخرب، إن شاء الله يعني ها. إن شاء الله، خلينا نكمل. فعم بصل عليك أولها راح أشتغل أنا، وبعدين بنسلمه الدركسيون بنقول له روح، لأنه بس في شوية مشاكل بالطريق. هلا ليش هيك عم بتصير مشاكل؟ أنا مالي عرفان صراحة. فلذلك المهم اليوم جايبيكم اخبار حلوه، تمام؟ هي اهم نقطه يعني حبيت اخبر لكم اياها، انه اليوم جايبيلكم اخبار حلوه. الخبر الحلو اللي جايبيلكم اياه سون مؤسسة نهر الصيانين في نفس التراكتور. خلينا نشوف المحاصيل اللي صار فيها. ما استويت والله، انا استويت يا شباب. اذا المحصول ما استوى انا استويت. طيب الاخبار الحلوه اليوم جايب لكم اياها يا شباب، في نزلت لعبه اسمها محاكي المزرعه، بس مو هيك، بس بتسوي اداره للمزرعه، تمام؟ فرح ننزل عنها ان شاء الله بكره بالقناه الثانيه. طبعا بتروحوا تشوفوها بالقناه الثانيه، لاني انا ما عم بشوفكم عم تجوا على القناه الثانيه. طبعا القناه الثانيه تلاقوها تحت صندوق الوصف مكتوب سيلفستا، بتروحوا عليها بتشيكوا عليها بتشوفوها. عم بنزل عنها العاب كتير حلوه هنيك، عم شكل اللي ما عم بشوف يعني عم بشوف ناس عم بنزل محاكي المزرعه بيقدر يروح هنيك يشوف العاب ثانيه. هذا اول شيء. ثاني شيء بدي اخبركم عنه، انه تروحوا تشوفوا هنيك اللعبه كتير حلوه، اسمها فارمينج مانجر، يعني اداره المزرعه ومدير مزرعه، فيها تراكتورات فيها كل شيء، بس ولكن بشكل مختلف طبعا تماما تمام، يعني مو بهالحجم هذا، يعني مو سيارة وتسوق وكل شيء، لا هو عبارة عن انه هيك انت الاسماد صغيرة وتمشي تمام. وبنفس الوقت يعني شو بدي اقول لكم اياها، انت بتمشي بدنا حالهم، مثلا بدنا نزرع بدنا كذا، يعني هي صايرة مثل مدينة بدك تقولوا تمام، او مثل اذا شفتوا شو بدي اعطيكم مثال عليها. خيو بكره بتشوفوها حلقة تنزل على القناة الثانية، بتروحوا بتشوفوها تمام. هلا خلينا نروح نشوف المعدات تبعاتي، نشوف ايش في صاير عندنا هون. هذا لسه ما خلصنا، هذا بده بطاطا. يا الله البطاطا، هلا ما استويت البطاطا، والله انا استويت هي والبطاطا. بدنا بطاطا، ما في بطاطا. طيب وهون بده سمك سمول فيش، ما لقيت السمول فيش، عم بينا له بس مي، الله يعطيه العافيه يعني. فذكرت صحيح ذكرت دروع البقر. البقر كان هيك، لا هيك بالاس الالت اس بيطلع لي هاي القائمه. طبعا هون بتقدر بتشيك البقرات ايش بدهن، بدهن شويه مي، طبعا بدهن شويه اكل من انواع مختلفه، بدهن جريس، بدهن اسمه. طبعا هون في مشكله كتير كبيره بهذا الماب اكتشفتها. اقولكم اياها بلا ما، مثلا شايفين هون في عشب تمام، او هون في عشب تمام، ما بقدر اقصه مثل الاولي، بدي اروح ازرع عشب واقصه، بس هيك يعني فيها جلتش المابي تمام. هي حلوه وكل شيء كويس، بس فيها جلتشات كثير، مو جلتش جلتشات. نمسك عقد، بدي امسك عقد تبع حصاد هي رش سماد. طب تعال ناخذ هذا تبع رش السماد، حلو في عندي هي، خلينا ناخذ هي لانه هم بدهم هي، فاكيد الارض كبيره كثير. ما انتبهت على رقم الارض انا، شوف معلم شوف فيها شلون بيطلعها. ترجيع واحدة معلم، بإذن الله ما نخرب أبدا. طبعا هاي التقريبة في جسم الماكينة مو ظاهر علي، انتهيت بالحديث أنا. يا الله شوفوا ضرب كمان، شوفوا بس مو ظاهر، فهون في مشكلة. الله اكبر، ايش في؟ حلوه هي الماكينه. طيب خلينا نشوف بس رقم الارض وين، مروا عليها معلم، نتيسر عليها لا تعقلها. الارض
الارض رقم 9. طب بس خلينا نشوف الماب. شو بناخدها، بالطول ولا بالعرض؟ والله ما لهم، شو ما تاخدها تاخدها، ما هي مأسرة، لانه يعني الارض مسكرة هي على كل حال، يعني ما فيها شجر، ما فيها عواميد بالنص، ارض نظيفة، بس مشكلتها انه من فوق عوجة. هاي مشكلتها الوحيدة للأرض، فلذلك أنا رح آخذها هيك بشكل أفقي أفضل. طبعا أنا فتحت الفراش تبعتي، أيوة والله يا معلم، لا نشتغل بشكل عمودي أفضل لنا. بس خلينا نسوي، يشتري سماد لحاله. تمام، كسر معلم. Look at this. نعم، هذا صار يشتغل بالورد، طول بالك. تمام معلم، شغل نظامي والله. دور. انا كنت متوقع انه بده يلف حاله بالعكس، مو وراني. انت شوف شلون فتر الدولاب عشان يرجع السوي، كان بدك، كان انا كان فتلت برضي. دلت الدولاب، جميل. رجع كمان تقدر، والله انك معلم يا معلم. طيب بروح نشوف غير شي. طبعا لا مو هي، طبعا هاي بتذكركم بالفيديوهات اللي انا بنزلها على قناة تانية، ما بسون رون، والله لعبة خرافية. ليش الكذب، عم بستمتع فيها بشكل جدا كبير، ببرك فيها 10 ساعات 5 ساعات وانا عم بعصيان بالسيارات تبعاتي. معلم ما بدك سماد، محملين سماد، محملين بذور، بدك يا جاهزين معلم، ما بدك شي، كل ناقصك شي معلم، والله لعيونك. اوه نايس، هاي بالارض رقم 5 بده سمادة. ايه بناخدها معلم، ناخد دايما، ناخد ناخد بنروح. في عنا ماكينة تانية موجودة هون، بنروح نودي له اياها ونرجع. ابشر 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 يا طويل العمر، ابشر. وهذا نروح عليها، ما فيها غير 15% بس. طب اول شي راح اسويه، راح اروح اعبيها شوية سماد، او شو اسمه هذا، بنعبيها شوية ليم، او هذا فيز بس تبع السماد، ونرجع. هو في وحدة وين كنت محملة، وين صارت؟ تذكرت تذكرت، السيارة الموجودة هون ماشي محملة، بس لأشوف ايش الحمل تبعيته. هاي مبيدات حشرية، ما تزبط، مبيدات حشرية، كلهم مبيدات، نعم عشان الحظ. الكل محمل مبيدات. طيب روح نشوف، كمل. نحن بدنا النوع الثاني. وين فتحت الخزانة؟ ما فتحت. ممكن نرجع ونروح نوديها ونشغل هذيك الماكينة. ايوه النهار راح يخلص يا معلم، يالب ان شاء الله بكره بحصدها الزراعه يا زلمه. صرنا كم من نهار وانا بنستنى الحصد يطلع، طالع روحي. نروح الارض رقم 5، وصلنا معلم. ها هي الارض رقم 5 هيك. طبعا وحده ما بتكفي، بدها 2، بس خلينا نشغلها اول شي، نحطها هيك على الخط المستقيم. لاحظين انه فتحت الماكينة شوي لبرا، بس خلونا نغيرها على السيوي.
وقاعد صارت تمشي نظامي. الله انت بدلتنا بشوار 4 ايام كلب. الله يا معلم بهدلتنا، ما بعرف اذا بكفي ما بكفي، ما بعرف، اتوقع انه لازم اروح اجيب شوية سمك بذور. هذا صاير مؤوفرها زيادة صاحبنا، بده اياها على الديزل تنحصد ارضه بتترش. شلون هيك معلم؟ قد صار من عقدك 98%. طيب ننزل هون للاخير منرشها. ايوه اتوقع انه ها هي. نشوف المراد رشوها. خلصنا معلم، سكر سكر معلم، خلصنا. طب هلا بدنا نروح وين؟ الارض رقم 5. الارض رقم 5، لكن وين المخرج؟ من هون، من تحت في مخرج. افتح روح افتح. هذا صاحبنا اختصر نص الماب. ممتاز. طيب بنروح على السيارة هاي، نحمل القلبة. شو يا معلم؟ نحمل القلبة سماد، نحملها كلها سماد، نعبيها طبايل سماد. معلم سيارة نظامية كلها. او حتى حطيني مثل شاشة لمس. نايس. وفي ليد كمان. نايس والله، سيارة مطورة متعوب عليها يعني، ما انه هيك شو من كان مشغولة، بس المرايا ما محطوطة بشكل صحيح. شوف 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 الله بتسكر. شوف انا ما بعرف انه رح تدخل. انا شو رح تدخل بس التريلا تدخل من دون ما تدوس على شيء؟ والله دخلت تمام. قبل ما نشتري، او خلينا نشتري، طيب خلينا نشتري 10. اول شيء انا رح اسوي رح افصل التريلا عشان ناخذ راحتنا بالتحميل. وهلق بنقول له هات اول وحده. وبكون هون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهده. طبعا مثل ما انتم شايفين بهذا الفيديو عملنا هذا الاشي اللي جدا كبير، عبينا مشان ما نضل نحتاج لسماد ودور الشغلات هي. فلذلك الفيديو جاي ان شاء الله نكمل شغلنا. وبس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.